مرة تحت؟ والله شكله هيك مريب مش مزبوط مش مزبوط لرد المرة طلع في عيونه هيك بتلاقي انه بتحسه قتل متسلسل قتل مأجور هيك هاي الأشياء أنا شاك فيه من منخاره يا أخي مبين هو في شي غلط في شي غلط مدى ارتفاع منخاره بالضبط هي هاي هاي صرت تفهمني شايف ركز معي قول المواطن المثالي بالنسبة لإلك كيف شكله هيك وازيد شعورهم قدار صغيرين عن جد عن جد يعني شوف أنا بتخيل المواطن المثالي هيك إشي بكون على حدا ملتحي حدا حواجبه شوي حمال شعراته مش مفهوم ومدى تحت ولا فوق ولا هيك حدا بكون صوته غريب هو مش فاهم حدا لابس بنين غالبا لازم يكون اليوم متحمم ضروري طلع طلع علي يا حبيبي طلع علي اوكي طيب نزلها على الفيسبوك يا هلا بدي اعمل لك تاج استنى شوي اوكي هذا يا سيدي العزيز هديتي لك نظارات ربان جداد هذول خذ خذ تقود قاعد يا زلمه شو مالك هاد اسد ليه دقيقه هيك يوم اخذت من عندي زيد مش شايف شيء لا لا استنى شوي هلا ايوه كيف هيك ويل يما ما احلى الصوره ويل رهيب يا زلمه اقول لك هذا هو المواطن المثالي بالضبط صح انت لا الله رهيب هيك من الاخر صح هيك يا زلمه مزبوط انا لا لا من الاخر من الاخر طبعا طبعا بس تعرف ايش يعني في 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 عيبه صغيره مش فاهم في عيبه احكي انت مثالي كثير بس في يعني تعرف مش قادر لسه احدد لانه انت تحت المثاليه بشوي تحت المثاليه بشوي الله رهيب وين محلاك هاي هذا هو المواطن المثالي تخيل انت لو كل المجتمع هيك مواطنين مثاليين بهي الطريقه والله كان احنا بألف خير طيب والله العظيم شايف هون شايف هون شايفك حامل ورده ايها الشعب الكريم وين الشعب هلا حبيبي او خايف اصلا متشنج زي هيك عامل اجي طب مرحبا بامكانك تحكم على شخص من شكله انه سيء او منيح يعني او كذا ببين معك يعني والله ببين اذا كان منيح ببين اذا كان هاطل ببين عادي ببين معك نعم من الشكل من الشكل من عيونه من نفرسته من نظراته هيك ببين عادي من شكله ايه ببين صعب جدا لانه البني ادم عنده هو عباره راسه عباره عن زي صندوق الاسود كل بني ادم عنده صندوق اسود صعب انك تعرف شو اللي بجواته شوف في الحياه العمليه ممكن انك تحكم على الشخص بس انه في الحياه الاجتماعيه او انه كونه واحد بده يتقدم لوحده او لا غير تجربه وتعرف عنه وتسال عنه كان بدنا نحكي على الشكل شكلي سيء شكلي الشرير يبين مو شكلي سيء بدنا نحكي على الشكل بطلع انا سيء صح ولا لا 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 شكلك كويس وحلو الله يسلمك يا محسن هلا هلا طيب هلا احنا براينا انه لما تحكم على واحد من شكله هاي مشكله يعني لانه بتعرف مش شرط انه يكون شكلك بيوحي انك شخص سيء او عاطل او كويس على المؤاخذة فاحنا حلينا المشكله بنفرجيك باختراع كثير لطيف شايف النظاره حلو هلا هاي انت بتحط عليها صوره الشخص المثالي اللي عندك وراح تغير لك وجوه كل الناس للشخص الكويس خلص بصير شايف كل الناس نفس وجهك ايوه بس يا سلام جميل كثير جميل ما كان ممكن حل المشكله تبعت الحكم المسبق للشعب على بعضه تمام كثير جميله حل ثاني بصراحه خلي العالم كلها تعيش نفس المستوى ممكن هذا بساعد شو هي يعني؟ لا لا طبعا عادي. هو شوف غلط انه عدم المؤاخذة احكم انا عليك او على زملائك او انت تحكم علي او على شخص انه ماري والله هذا كويس او انه هذا عاطل صحيح. زي ما بحكي لك في مثل بحكي جربته لا والله ما جربته ايبك ولا بمعرفته حلوة ولا بتشوف فيها شيء بالضبط مش لازم تشوف لازم تعرف لازم تشوف يعطيك العافية عزيزي الله عبيب. مشكلتنا المتفشية هاي بعنف وهي جزء من ثقافتنا للأسف جد جزء من ثقافتنا كيف أحكي لكم كيف بتيجي جاي عريس لبنت فلان أو مش عارف مين أو حدا بدي يشتغل عندك أول سؤال من وين هم هدول الجماعة والله من المكان الفلاني يي هدول مش كويسين عادي بكل بساطة الموضوع عنا سيء لدرجة إنه المكان اللي انت ساكن فيه او الشارع اللي انت ساكن فيه او الحي او المنطقه بتحكم عليك انك كويس او سيء
فاسحب على أساسها طبعاً، منظرك، لبسك، ريحتك، يعني كل إشي، حتى سيارتك، سيارتك، إحنا بنحكم على بعض من شغلات كتير تافهة، يعني بنحكم على بعض من شكليات. يا جماعة الخير يعني هذا الحكي حرام وعيب. تقعد مع كل حدا وبتعرفه بعدين بتحكم عليه عادي. كل الناس في كويس وفي عاطل. صحيح انه إشي جوات جسم الانسان او بالاحرى بنفسية الانسان معروف انه اوكي ممكن ما يرتاحش لشكل حدا عادي ما ترتحلوش، بس الفكرة ما تحكم عليه، ما تروح تبلش تحكي للناس هذا كويس ومش كويس على اساس إشي كتير تافه وإشي كتير عبيط اللي هو المنظر العام. على كل أنا عشان أكون أنا حيادي معكم حيادي مع الجميع، أنا راح أضل لابس النظارات وتحط صورة أنجلينا جولي صراحة. أنجلينا